دلوقتي بقى جه معادنا مع شخصية الحلقة النهاردة، وشخصية الحلقة هي الروائي الكبير الأستاذ صنع الله إبراهيم، ومن المعروف عنه إن هو من الكتاب المثيرين للجدل. هو من مواليد 24 فبراير سنة 1937، والحقيقة كان عنده روايات كتيرة جدا أثرت الجدل زي ما قلت لحضراتكم في البداية. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عنه، نعرف أكتر مشواره ونتعرف أكتر عليه، ونرجع نبتدي حلقتنا معاكم. هو ابن الستينيات، سنوات الثراء الفكري والنهضة الثقافية والمعارك الأدبية، وهو أحد حراس الرواية المصرية. صنع الله إبراهيم صائغ حكايات المصريين في جواهر الحروف والأوراق. ولد صنع الله إبراهيم في عام 1937 ودرس الحقوق قبل أن يتجه للأدب. تميزت كتابات صنع الله إبراهيم بالاشتباك بين السيرة الذاتية والواقع الاجتماعي، وظهر ذلك جلياً في روايته الشهيرة اللجنة، والتي تعد من أجرأ الروايات الأدبية التي صدرت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. بادر صنع الله إبراهيم بضخ دماء التجديد في شرايين الرواية المصرية، فكانت روايته الشهيرة نجمة أغسطس إحدى علامات هذا التجديد، حيث كانت شهادة على عصر الرئيس جمال عبد الناصر ومشروعاته القومية، بالإضافة إلى رواية بيروت بيروت التي توغلت بقرائها في قلب الحرب الأهلية اللبنانية. إلا أن مسيرة صنع الله إبراهيم شهدت واحدة من أيقونات الأدب المصري عندما قدم روايته الشهيرة ذات عام 1992، والتي كانت أقرب إلى سيرة إنسانية ترصد تحولات المجتمع المصري خلال 50 عاماً، وهو ما دفع صناع الدراما إلى تحويلها لمسلسل تلفزيوني عام 2013 من بطولة الفنانة نيلي كريم وإخراج كملة أبو ذكري وخيري بشارة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا مع بعض التقرير.